تخيل معي أن شخص على وشك الغرق وحوله الكثير من الأشخاص ولا يتحركون ساكنا لإنقاذه، والأدهى والأمر أنها ملكة. فما قصة هذه الملكة؟ لايك واشتراك لتفهم معي حادثة الملكة التايلاندية سانادها كوماريتانا. واعذروني إن نطقت اسمها بالغلط. ففي سنة 1880 كانت الملكة في رحلة نحو الإقامة الصيفية الملكية، وقد تطلب الوصول الإقامة عبور نهر تشاو فرايا أهم أنهار تايلاند. والسبب الذي من أجله استقلت الملكة قاربا ملكيا جرته سفينة ثانية، إذ تخلل مسار القارب تيارات قوية لتقع الملكة على إثر ذلك وسط النهر. فحاولت النجاة مصارعة التيارات القوية، لكن الأمر أدى إلى غرقها دون الحصول على أي مساعد، إذ فضل أفراد الحرس والخدم وبقية الحاضرين الاكتفاء بمشاهدة ملكتهم وهي تغرق. الأمر الذي يترك سؤالا كبيرا، لماذا لم يحرك أحد ساكنا لإنقاذ الملكة؟ والجواب أن في تلك الحقبة من الزمن كان هناك قانون يمنع أي أحد من لمس أفراد العائلة الملكية، ومن خالفه حكم عليه بالإعدام. كان تطبيق هذا القانون صارما جدا، وقد توفيت على إثرها الملكة عن عمر يناهز 19 سنة. وفي المقابل تم سجن جميع من كان في الواقعة. ويمكنك الآن